قال والسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب. ماء زمزم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. فيستحب الإنسان أن يشرب ماء زمزم يدعو اللهم أعني على كتابك، أعني على بر الوالدين، اللهم أسألك الجنة، اللهم اغفر لي ذنبي. أدعو أدعو ما شئت، يعني تدعو بما شئت وأنت تشرب من ماء زمزم. قال ويرش على بدنه وثوبه. قال بعض أهل العلم بهذا وبعض أهل العلم قال لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرش على بدنه أو يرش على ثوبه شيئا من ماء زمزم. قال ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. يعني أنت تدعو بما شئت، يعني مفتوح الدعاء، باب الدعاء مفتوح.